باسم الأب والابن والروح القدس، أمين. أبنائي، اليوم الكنيسة المقدسة منرفع الصليب المكرم، وفي هذا اليوم الكنيسة بتتذكر الألام الخلاصية الطوعية لربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح اللي كابدها من أجل خلاصنا. اليوم هو يوم حزن ويوم صلاة ويوم مراجعة للذات. مراجعة الذات هي نحن أبناء قرن 21، أين نحن من صليب المسيح؟ وهل نحن أيضاً نصلب المسيح في حياتنا؟ المسيح أظهر محبة لإلنا بتجسده، بمكابدته الألام من أجلنا، حتى إنه مات على الصليب حتى نحن نعيش، حتى نحن نغلب على الخطيئة ونغلب على الموت ونغلب على الفساد. المسيح مات حتى نحن نعيش. المسيح نزل للأرض حتى نحن نصعد للسماء. المسيح تألم حتى نحن نعيش. هذا الشيء أبنائي شيء مهم، إن نحن في هاي الفترة نراجع ذاتنا ونشوف وين نحن من الصليب في حياتنا، وين نحن من كل هاي المحبة، محبة إلهنا لإلنا، وين نحن واقفين في قرن 21 أمام كل هاي الأحداث الخلاصية اللي تمت من أجلنا. نعم، اليوم كمان في الكنيسة منتذكر رفع الصليب في المدينة المقدسة بعد ما وجدت القديسة هيلان الصليب المكرم بعد قرون من ضياع الصليب، وبالأعجوبة اللي حدثت في القدس بوجود القديسة هيلان وبطريرك القدس مكاريوس، وعرفوا وتأكدوا إنه هذا هو صليب المسيح من باقي الصلبان. وقتها رفعوا صليب المسيح بكنيسة القيامة، والشعب كله كان يرتل يا رب ارحم. عشان نحن هيك في الدورة في آخر الصلاة رح ندور في الصليب، ورح نحكي بكل جهة من جهات الكنيسة على شكل صليب طلبة، وانتو كلكم مع بعضنا البعض رح نحكي يا رب ارحم. كل مرة رح نحكي 100 مرة، يعني 500 مرة الإجمالي رح نحكيها في دورة الصليب، لأنه الشعب اللي كان يصرخ في مدينة القدس يا رب ارحم كان يطلب من ربنا الرحمة، ونحن اليوم منطلب الرحمة، لأنه الرحمة بتشمل كل طلباتنا اللي نحن بدنا نطلبها من ربنا، اللي منعرفها واللي ما منعرفها، واللي كتير برات منطلب أشياء ما بتكون صالحة لإلنا، ولكن ربنا بيبعت صلاحه لإلنا، ونحن لازم نثق بصلاح الله في حياتنا. عشان هيك منحكي يا رب ارحم. كمان اليوم منتذكر الإمبراطور هرقل بعد ما الصليب أخذوا الفرس سنة 614 بعد الحرب اللي تعرضت بلادنا لإلها، وأخذوا بطريرك القدس زكريا مع كهنة ومع 5000 مسيحي أسروهم لبلاد الفرس. وقتها الإمبراطور هرقل راح وشن حرب عليهم، استرجع البطريرك والكهنة والشعب الأسير، وعاد بخشبة الصليب للمدينة المقدسة. وفي هذا اليوم طلع على الجرجلة حتى يوضع الصليب في مكانه، في المكان اللي كان موضوع فيه
على الجرجلة، ولكن هو طالع الإمبراطور كانت قوة تمنعه من إنه يطلع. ووقتها استغرب وسأل البطرك زكريا: ليش أنا مش طالع، مش قادر أطلع على الجرجلة؟ ووقتها طلب منه البطرك زكريا إنه يخلع تاجه الملوكي ويخلع حذاؤه ويطلع على الجرجلة، لأنه في الجلجلة في ملك واحد اللي لابس إكليل الشوك، إكليل المحبة، اللي هو الرب والمخلص يسوع المسيح. هاي الأحداث كلها منعيشها بهذا اليوم، والماضي بيلتقي مع الحاضر، وكل الأحداث بتمر في قلبنا وصولاً لليوم، وصولاً لكل واحد فينا، لأن كل واحد من أبنائنا الموجودين بالوطن والموجودين في الغربة، اللي دائماً نحن منتذكر أبنائنا في الغربة، ما مننساهم، دائماً صلاتنا ترفع من أجلهم، ومنعرف إنه كل واحد فينا حامل صليبه الخاص. ولكن السؤال: هل نحن منفرح ونحن حاملين صليبنا؟ أم دائماً في عنا حزن وكآبة؟ هذا الشيء كتير مهم إنه نشوفه نحن أولاد قرن 21، لأنه المسيح أعطانا هاي القوة إنه نحن حاملين الصليب نفرح. كيف؟ لأنه هو حكى: تعالوا إلي مثقلي الأحمال وأنا سأريحكم. المسيح هو راحتنا، وحكالنا هو: احملوا صليبي، احملوا صليبكم، احملوا الصليب واتبعوني، وما تتطلعوا للخلف. لأنه أي واحد منكم أحب أي شيء تاني، دنيا وعالمي أرضي جسدي، فوق محبتي للمسيح، ما بيكون يستحقني، حكى المسيح. فمعناته حبنا للمسيح لازم يكون فوق كل حب، والأولوية إله، وهذا لازم يكون قرار مصيري في حياتنا، لازم نقرر إنه نتخذه حتى نكون مرتاحين. لأنه فقط إذا أخذنا هيك قرار وطبقناه في حياتنا، فقط وقتها منرتاح ومنعرف كيف نستفيد من الشدائد والضيقات اللي منمر فيها بحياتنا، وكيف نقدر إنه نعيش فرح الصليب، وكيف نقدر إنه نحس ونشعر بإنه نحن مش على وحدنا حاملين الصليب، ما نشعر بهاي الوحدة القاتلة اللي كتير مرات بترجع على الإنسان المعاصر بداخل وحدة خانقة عليه، اللي بتخليه إنه يكتئب، يقلق، يضطرب. ولكن الصليب المفرح وفرح الصليب بعطينا كيف إنه ندرك وجود الله اللي قريب منا، وجود أمنا العذراء اللي قريبة منا، وجود أباء الكنيسة القديسين والقديسات اللي هم قراب منا. وإيش قراب منا؟ هم بيساعدونا في حمل الصليب، يعني هم بيحملوا صليبنا. بتتخيلوا هذا الشيء؟ المسيح مش بس مات من أجلنا على الصليب حتى يعطينا القيامة والحياة والغلبة على الخطيئة والموت والفساد، ولكن المسيح كمان هو دائم واقف جنبنا على استحداد إنه يحمل صليبنا الشخصي معنا. إيه هاد مش لازم يكون مصدر فرح لإلنا؟ إنه أنا مش وحدي ماشي، ولكن المسيح هو بقربي، أمي العذراء هي بقربي، القديسين والقديسات هم حوالي. نعم أنا في ضيق،
نعم أنا في شدة، نعم أنا في مرض، نعم أنا في مأساة، ولكن في معي المعين. وهذا الشيء لازم نفعله أبنائي بحياتنا، هذا اللي رح يعطينا فرح. وكيف نقدر نعيش حياتنا بطريقة مش زي ما بده الشيطان والعالم إنه نعيش. الشيطان والعالم بدهم نعيش بقلق، باضطراب، بحزن، ولكن المسيح بده إيانا نعيش بسلام وفرح وبنور. هذا الشيء لازم نفعله بحياتنا، وهذا لازم يكون أسلوب تربية لأولادنا. كتير مرات بشوف أولاد في صفوف صغيرة من المدارس، حرام هكلانين هم كتير، بمسكهم وبحكي له حبيبي إيش مالك؟ ليش هالقد؟ أنت قلق. وبيبلش يحكي لي أمور وأشياء اللي هي مش لسنه. ومنشوف كتير مرات نحن الكبار شو منسمع أولادنا الصغار، وقديش منحملهم هموم، لأنه نحن مش قادرين نتعامل مع مشاكل الحياة اليومية اللي إلنا بطريقة مسيحية روحية. يعني معناته نحن فقدنا هويتنا المسيحية، بطلنا مسيحيين، بطلنا أبناء الملكوت، أصبحنا أبناء الأرض. وهذا الشيء كتير مهم إنه نحن ندركه، وبالتالي نعطي تربية لأولادنا فيها سلام، فيها فرح، فيها ثقة بالنفس، بالتواضع. بشوف أولادنا في عندهم ثقة بالنفس ولكن بطريقة غرورية، فيها غرور، فيها كبرياء، أو فيها عدم ثقة في النفس. يعني في عنا البعدين، يا إما عنا ثقة بالنفس زائدة اللي بتروح للغرور، أو عنا عدم ثقة بالنفس ونوع من شعور بالنقص. وهذا شيء كله بينعكس على نحنا نمط وأسلوب تربيتنا لأولادنا. لازم نراجع نفسنا، ولازم نفعل كلام الكنيسة بحياتنا وينعكس لأسلوب تربوي في حياة أولادنا. يعني البيت لازم يكون فيه مش بس مشاكل ونق وتعليمات، وقوم وقعد يا ولد واسكت وما تحكيش، ومرات ندخل المسيح كمان في النص، يسوع بزعل منك. يسوع ما بزعل من حد، يسوع بحبك زي ما انت من نعلم أولادنا، بس يسوع بده اياك تتحسن، منا نعطيه الطريقة كيف بده يتحسن، كيف منا نساعده انه يصير افضل، مش منا نحبط عزيمته. ومرات نستخدم المسيح كذريعة لإلنا حتى نفرض سلطتنا على أولادنا. لا أبنائي، لازم سلام المسيح، حب المسيح، فرح المسيح ننقله لأولادنا، وهذا لازم نحن نعيشه نحن كأشخاص، كأفراد، ونعطيه لأولادنا. هذا الشيء كتير مهم كنمط وأسلوب تربية في حياتنا، وهيك منفعل قوة الصليب في يومنا وفي حياتنا. وعشان هيك بدي أترجاكم كمان أرسموا صليبكم صح. بشوف كتيرين من أبناء الكنيسة برسموا صليبهم بطريقة خاطئة، وهي فيها تجديف على الله. نعم، لما ما بترسم صليبك صح أنت بتجدف على ربنا، لأنه لازم ترسم صليبك صح. كيف بدي أرسم صليبي صح؟ يعني بدي أضم أصابعي الثلاثة حتى أعترف من خلال إيدي بأنه أنا أؤمن بإله واحد مثلث الأقانيم. الصليب، الآب والابن والروح القدس، أنا بعترف بإشارة الصليب بأن أنا أؤمن بإله واحد مثلث الأقانيم، آب وابن وروح قدس، وأؤمن بأن الأقنوم الثاني من الثالوث الأقدس اللي هو الرب والمخلص يسوع المسيح له طبيعتين، الطبيعة
البشرية والإلهية، وهو تجسد من أجلنا في بطن أمنا الفائقة القداسة. والله الموجود في كل مكان والساكن في السماء وفي كل مكان، وعشان هيك بروح لأعلى رأسي. والأقنوم الثاني الإبن الذي تجسد في بطن أمنا الفائقة القداسة وبنزل لهون، وبعدين صعد وجلس عن يمين الإله الآب، عن اليمين، واللي بيجي رح يدين العالم بأكملها. وبروح للجهة الثانية وبرسم علي إشارة الصليب كاملة. ما بتتخيلوا لما ترسموا إشارة الصليب بشكل صحيح قديش بتتسربلوا نعمة سماوية من ربنا، قديش بتاخذوا قوة، قديش بتاخذوا بركة، وقديش بتاخذوا حماية. وعشان هيك دائما استخدموا إشارة الصليب في حياتكم بشكل يومي، مش بس يومي، في كل ساعة دائما إشارة الصليب اعملوها. لما تطلعوا في السيارة سووا إشارة الصليب، لما تمروا على الكنيسة صلبوا، لما تشربوا، لما تأكلوا قبل وبعد الأكل صلبوا وصلوا، لما تطبخوا ارسموا إشارة الصليب على الطبيخ، لما تضبوا تخت الأولاد على المخدة اللي بده يحط راسها ابنكم وزوجك وزوجتك ارسم إشارة الصليب اللي يحطوا راسهم. أجت أم وحكت لي: أمي يا أبونا، ابني بصحى في الليل منذعر بصيح، كنه بشوف إشي الولد. حكت لها: على مخدته أرسمي إشارة الصليب. رجعت لي بعد أسبوعين بحكي لي، حكت لي: مش معقول أبونا، من أول ما عملت زي ما حكيت لي الولد بنام، ما بتتخيل كيف بطل يقوم، ولا في عنده خوف ولا أي إشي. حكت لها معلومة: هاي إشارة الصليب. إذا نحن ما فعلناها في حياتنا أبنائي وما أمننا في أسلحة الكنيسة اللي بتعطينا إياها الكنيسة، كيف بدنا نعيش حياتنا هون نحن؟ فهي الأسلحة لازم نفعلها. فبالتالي الصليب اعملوه صح. واليوم صوموا، اليوم هو يوم صوم انقطاع في الكنيسة. تناولوا جسد ودم المسيح واستمروا بالصوم حتى نتذكر صليب المسيح وكل هاي الأحداث الخلاصية اللي تمت من أجلنا، ونراجع أنفسنا ونحكي: يا رب ما تخلينا نحن كمان نصلبك بخطايانا، ولا تخلينا نحن كمان إن نخونك مثل يهودا باتباعنا لأهوائنا، ولكن دائما علمنا كيف نحبك زي ما أنت حبيتنا على الصليب. علمنا محبتك، علمنا تواضعك، علمنا كيف نصلي وكيف نكون أبناء حقيقيين لإلك. هذا اليوم هو يوم مقدس ومبارك، لأن نعمة الصليب بتفيد على كل العالم اليوم بسخاء وبركة. يعني اليوم كل الخليقة تباركت بالصليب. اليوم الصليب اللي بيدور في الكنائس مش هو مجرد دورة ولا مجرد احتفال، ولكن اليوم العالم يبارك ويقدس، الخليقة كلها بتتبارك، البيوت كلها بتتبارك، المؤسسات، المدارس، الكنائس، كل العالم اليوم بأخذ بركة البيوت من الصليب. اليوم نعمة الصليب بتتبعثر على كل مكان في العالم حتى تدخل لإله وتباركه. إذا أهل هذا البيت وأهل هاي المؤسسة وأهل هاي المدرسة أرادوا إنه الصليب يجي يباركهم، الصليب بيكون واقف على الباب اليوم، على باب كل واحد من بيوتنا ومؤسساتنا ومدارسنا. ونحن إلنا القرار من نفتح الباب حتى تدخل بركة الصليب، أو من نضلنا مغلقين الباب وما تدخل بركة نعمة الصليب. هذا بيعود لكل واحد إلنا يقرر، وقراره ربنا بيطيع لإله. هاي هي محبة الله الأرستقراطية لإلنا، إنه ما بيقيدنا ولا بيقيد حريتنا. أبنائي، أبنائي، بركة نعمة الصليب تكون معنا كلنا إكليروسا وشعبا، وتعلمنا وصايا ربنا، وتعلمنا إنه نحب بعضنا البعض. ما ننسى كلام يسوع:
ما ننسى الوصية الجديدة اللي أعطانا إياها، وصية واحدة بوصيكم، أن يحب كل واحد منكم الآخر كما أحببتكم أنا. بهذا يعلم العالم أنكم تلاميذي، إذا كان لكم حب بعض لبعض. ما تنسوا هاي الصفة، ما تنسوا هاي الوصية، ما تنسوا هذا العهد والعهدة اللي أعطاكم إياه الله. تلاميذه بتكونوا لما واحد بحب فيكم الآخر، ما في كره، ما في حقد، بس في قلبنا في محبة، في تسامح. وهي هي قوتنا، وهي هي قوة الصليب المفعل في حياتنا من خلال المحبة المتسامحة والمحبة المبذولة، زي ما يسوع بذل ذاته على الصليب بموته من أجل خلاصنا وفدائنا. نعمة وبركة الصليب هي تحمينا كلنا، وتعطي كل واحد منا بركة ونعمة تحمي كنيستنا المقدسة، وتخلي أبنائها يكونوا على قلب واحد، وتحمي الوطن وكل مؤسساتنا، مؤسسات الوطن والعالم بأسره، وأبنائنا في الغربة. نطلب من ربنا أنه يبارك كل واحد فيهم، ودائما يتذكروا بلادهم، بلادنا المقدسة، ما ينسوا فلسطين، القدس والأردن، ما ينسوا هاي البلاد المقدسة اللي أصلهم منها، ونحن منحكي لهم إنه نحن منحبهم، وهم دائما معنا في صلاتنا، ونعمة الصليب تكون معهم وتحميهم في كل مكان مهما كانوا فيه. نحن هم معنا. ربنا يبارككم أبنائي، كل سنة وأنتم سالمين.